السلام عليكم البيولوجيست، جزبه راكم بيان، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه بيولوجيا واثفريال. الفيديو تاع نهار اليوم راح نديرو فيه تخصص بلوتو مصطلحات بالقوه. تهدرت على التخصصات بزاف، حتى كلمه تخصص ما حبتش تروح بالفمي. كما قلت لكم مصطلحات الالدو، يعني السنه الثانيه بيولوجي، نقول ونعاود ماشي سنه اولى، السنه الثانيه بيولوجي اللي يخصوا ماده الزولوجي. بون زولوجي فيها بزاف مصطلحات، يعني ماشي كامل مصطلحات، نقدروا نقولوا دي مو كلي لازم تحفظوهم، ماشي لازم تعرفوا المعنى تاعهم، باسكو ما عندهمش معنى، ماشي ما عندهمش معنى. اسماوات كيما نقولوا اسماء علميه، الاسم العلمي ما عندوش معنى، يعني تحفظوه. وعندو كاين بعض المصطلحات شويه دونك هاد لا فيديو راح ندير لكم بعض المصطلحات وبعض الاسماء العلميه اللي لازم تحفظوهم. كي تحفظوهم تدخلوا الالدو تكونوا صاي ديجا تعودوا على النطق تاعهم، باسكو نطقهم صعب شويه، خلاص راح تجيكم سهله. هما سوزون برونشمون دي زون برونشمون دي زورت اكسيتيرا، كل مره شاك فوا ندير لكم شويه. مي اليوم راح نديروا شويه مصطلحات. بون قبل ما نبداو، اول مصطلح اللي لازم تعرفوه زولوجي. واش معناتها زولوجي؟ كي نقولوا زولوجي، زو سي انيمو، لوجي سيونس، سي تاعتي سيونس كي ايتيدي كي ايتيدي لي انيمو، معناتها علم يدرس الحيوانات من حيث التصنيف، المورفولوجي، البنية، ستركتور يعني الوظيفة، كل حاجة. فهمتوا؟ ثم هذه هي الزولوجي. كي نقولوا كلاسيفيكاسيون، بينا وشنو هي كلاسيفيكاسيون؟ تصنيف، يعني نصنفه. بون راح نبداو بغان انيمال. غان انيمال، غان انيمال هذا اول مصطلح. كما قلت لكم لاغان انيمال بار اكزومبل هي مملكه الحيوانات. لاغان انيمال مملكه الحيوانات. كي نجيو نشوفوا لاغان، كاين غان انيمال، كاين غان فيجيتال اكسيتيرا. بصح كي نجيو نشوفوا سوغان ماشي كيف كيف، كاين غان وكاين سوغان اللي تجي تحتها. بار اكزومبل عندنا لاغان انيمال فيها دو اكزومبل. كي نجيو نشوفوا لاغان انيمال فيها دو سوغان، فيها سوغان دي بروتوزوار اي سوغان دي ميتازوار. كي نجيو نشوفو واش معناتها بروتوزوار، هي بروتو سي برومي، زوار سي زانيمو، تسمى نقدروا نقولوا عليها دي برومي انيمو، سيتادير الكائنات الاوليه. بالنسبه للميتازوار، ميتا متعدده ولا بلوري، كنقولوا ميتازوار معناتها كائنات متعدده. هذه بالنسبه لاغان انيمال، سوغان دي بروتوزوار، سوغان دي ميتازوار. نروحو نشوفو مصطلح جديد اللي هو لا نومنكلاتور بيونيمال. لا نومنكلاتور بيونيمال هو الاسم العلمي. كيما الانسان عنده اسم علمي، كيما الحيوان عنده اسم علمي، كيما القط عنده اسم علمي، كل كائن حي عنده اسم علمي. نعطيكم كيما قلت لكم قبل، الاسم العلمي تاع الانسان هو اومو سابينس. نعطيكم مثال تاع القط، فيلوس سيلفيتريس. يعني كاين بزاف اسماء علميه، كل حيوان وعندو اسم علمي تاعو. بالنسبه لو مو سيستيماتيك بلوتو، سيستيماتيك نقولوا هو سيونس كي ايتيدي لا كلاسيفيكاسيون دي زاتر فيفون، معناتها علم يدرس تصنيف الكائنات الحيه. هو سيونس كي ايتيدي la classification des êtres vivants. بالنسبة للتاكسونومي هو science qui étudie la classification. انت علم يدرس التصنيف. هذا بالنسبة للتاكسونومي. نشوفوا مصطلح واحد اخر جا في بالي باسكو تقراو عليه، لي بسودوبود اللي هما الارجل الكاذبة، نعرفوهم. كيما قلت لكم لوكوموشن اللي هو التحرك ولا الحركة. علاش عندنا الكائنات الحية ولا لي سيلول اكسيتيرا باش يمشو؟ كاين دي سيلول يمشو بلي سيل لي فلاجيل، معناتها بالأهداب والأصوات. لي سيل الأهداب، لي فلاجيل سي الصوت، تعرفوهم هادو ديجا قريتوهم العام اللي فات. عندنا لوسمو ريغولاسيون، هاد العملية اللي اسمها عملية قلت لكم وفهمتكم، لوسمو ريغولاسيون هي التناظر. هذه العمليه ولا نقدر نقولوا لها لوسموز، الاوسموزيه الافرازيه، ديجا قريتوها في الليسي لوسموز، ومن بعد اكسيتيرا، من بعد في الكور تفهموا لو برينسيپ تاع هاد لوسمو ريغولاسيون. درك نجيو نشوفوا لي مو اللي لازم تحفظوا النطق تاعهم.
دونك عندنا هاد هما شحال نقولهم لكم بالترتيب ولا نقول لكم شنو هما لي زون برونشمون ولا لي سوزون برونشمون ولا دركا نعودو نروحو نشوفو لي مو اللي لازم تحفظو لا برونونسياسيون تاعهم ولا النطق تاعهم باسكو صعب شويه بيان سور مي هادو سو سون دي زون برونشمون كاين دي سوزون برونشمون كاين دي زورد كاين دي فامي اشاك فوا نمد لكم شويه منهم بون المو الاول على بالي راح يجيكم صعب داكور نكتبهم لكم هنا وننطقهم لكم باش تعلموا تنطقوهم نتوما ثاني عندنا المو الاول ساركو ماستيغو فورا دوما باش تنطقوا بيان فاسيلمون اقسموه لثلاثه ساركو ماستيغو فورا ساركو ماستيغو فورا هذا المو الاول المو الدوزيام فيتو ماستيغو فورا فيتو ماستيغو فورا لي مورا زو ماستيغو فورا زو ماستيغو فورا عندنا تانيت عندنا تانيت ساكرو دينا ساكرو دينا عندنا سيليو فورا او سيلياتا نقدر نقولو سيليو فورا ولا نقولو سيلياتا عندنا سبورو زوا سبورو زوا وعندنا لي كنيدو سبوريدي كنيدو سبوريدي دونك هاد هنا نحبسو ما نكملوش بزاف ليمو يعني شويه شويه يعني تاع قبل العقل راح نقولهم لكم بعضهم كامل هاد ليمو لي صعاب ولازم تحفظوهم والباقي بلا قبل العقل حتى تتعلموا تحفظوهم ان شاء الله دونك هنا نكون وصلنا لنهايه لا فيديو ما تنساونيش بجيم كومونتير سبسكرايب بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل لي فيديو اللي راني نديرهم غير نحطهم يلحقوكم دمتم في روحكم دمتم في رعاية الله وحفظه سلام.